للجنات. نحمده سبحانه على إحسانه، نشكره على توفيقه وامتنانه، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأعوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا رحمكم الله أن الله شرع لكم في ختام شهركم أعمالا عظيمة تسد الخلل وتكثر النقص وتكمل التقصير وتزيد في الأجر والخير. ومما شرع لكم في ختام شهركم زكاة الفطر، شكرا لله على التوفيق للصيام والقيام، وطهرة للصائم من اللغو والرهب، وطعمة للمساكين، وتحريكا لمشاعر الأخوة والألفة بين المسلمين كالأغنياء والفقراء، وهي صاع من طعام من بر أو نحوه من قوت البلد كالأرز ونحوه، ويجب إخراجها عن والحر والعبد، ويستحب إخراجها عن الحمل في بطن أمه، والأفضل أن يخرجها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فلا حرج، والسنة أن يخرجها طعاما. فما هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ اتقوا الله عباد الله، وأدوا زكاة الفطر طيبة بها نفوسكم، وادفعوها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين ونحوهم، وراقبوا الله فيها وقتا وقدرا ونوعا ونصيبا. فاعلموا رحمكم الله أن المولى تعالى شرع لكم التكبير عند إكمال العدة، وشرع لكم صلاة العيد اجتهادا بيوم جوائز السعيد، فأقبلوا على صلاتكم بكل طيب من اللباس وجديد، وأظهروا نعمة الله عليكم بالإحسان والشكر، فالشكر دليل مزيد، واجتهدوا في دعاء العزيز الحميد، واسألوا جل جلاله صلاح أحوال المسلمين وتوفيقهم في أمور الدنيا والدين. هذا وإننا لننهج بالشكر والثناء للمولى جل وعلا على ما وفق إليه ولاة أمرنا حفظهم الله من رعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، وعلى ما نعم به المعتمرون والزائرون من أجواء إيمانية وبيئة تعبدية يحبها الأمن والأمان والسكينة والإطمئنان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الجليلة. فجزى الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ورجال أمننا والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين خير الجزاء وأوفاء. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على أفضل الصائمين والقائمين نبينا محمد بن عبد الله سيد الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين، وقد أمر في ذلك ربكم فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، اللهم عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، وسلم المعتمرين والقاصدين والزائرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمرنا، وأيد بالحق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين،
إلى ما فيه الخير والرشاء للعباد والبلاد، واجزهما خير الجزاء كفاء ما يقدمان من خدمات جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اكثر علينا حقيقتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وبقاءنا، ووفق رجال أمننا واجزهم خيرا على ما قدموا للمعتمرين والقاصدين والزائرين. اللهم وفق المرابطين على ثغورنا وحدودنا، وانصرهم نصرا منزلا، وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم وعاف جرحاهم وسدد رايهم ورميهم، وانصرهم على عدونا وعدوهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واصلح احوالهم واحكم دماءهم وكل المستضعفين في كل مكان، وفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم كن لاخواننا في فلسطين، اللهم كن لاخواننا في فلسطين، انصرهم على الغاصبين المحتلين المعتدين. اللهم احفظ المسجد الاقصى، اللهم احفظ المسجد الاقصى، واعل بنيانه وقو اركانه، واجعله شامخا عزيزا الى يوم الدين، واحفظ مقدسات المسلمين من كيد الكائدين، ومكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، رد كيده بنحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجمع كلمه الامه على الكتاب والسنه يا ذا العطاء والفضل والمنه. اللهم اصرف عنا شر الاشرار وكيد الفجار وشر طوائف الليل والنهار يا عزيز يا غفار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليله القدر، فيكتب له عظيم المثوبه والاجر، وينحى عنه كل ذنب ووزر. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. اللهم اعد علينا رمضان احواما عديده وازمنه مديده، ونحن في خير وصحه وحياه سعيده. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب امورنا الى خير، واجعل خير اعمالنا اواخرها، وخير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا يوم نلقاك. واختم بالصالحات اعمالنا وبالسعاده اجالنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك محرومين، ولا عن بابك مردودين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا من خدم، واصبح الغافل المسكين منكسرا منا، فيا ريحه يا عظم ما حرم، من فاته الزور في وقت بلال فما تراه يحصل الا الهم واندم. ايها الصائمون القائمون، يا من استجبتم لربكم في صيامكم وقيامكم، استجيبوا له في سائر اعمالكم وفي كل ايامكم. اما ان لنا عباد الله، اما ان لنا عباد الله ان تخشع بذكر الله القلوب، وتتوحد على صراط الله الدروب، وتتلافى عن المجتمعات العيوب، وتنتهي بين الاشقاء
العداوات والحروب فتجتمع القلوب وتنتهي الفتن والفتون. فاتقوا الله يا إخوة الإسلام وحاسبوا أنفسكم وانظروا بجد في أمركم وتذكروا بوجه ما أمامكم واستمروا على طاعة ربكم. فبادروا خواتيم شهركم بالأعمال الصالحة واغتنموها واستبقوها بالطاعات والنور وبالشكر والدعاء والتكبير اختتموها. فالأعمال بالخواتيم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات في جميع الذنوب والخطيئات فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
السلام عليكم ورحمة الله. السلام.